You just got a baby, congratulations. But you need to know that you have an extra full-time job ahead of you. But you should think about getting your baby to the normal, you should think about getting your body to the normal healthy status that it was before. And today we'll discuss some tips for healthy recovery after labor to help you to do that. Number one, establish a healthy diet and a healthy lifestyle routine prior to pregnancy for best results. Many women make a mistake of throwing their diet and healthy lifestyle and their habits out of the window as soon as they get pregnant. But you need to understand that sticking to this kind of diet before pregnancy will help you. Number two is breastfeed your baby. Breastfeeding not only supplies your baby to the best nourishment, but it also helps your body to return to the pre-pregnancy shape. Almost immediately after establishing breastfeeding, the uterus will contract due to the oxytocin release, and it pulls the uterus back to the pelvis cavity, much quicker than it would otherwise. Number three, drink plenty of water and eat a high-carb, low-fat, high-protein. That will give you faster metabolism, increase your energy, improve your mental functioning, quicken your healing, and better digestion, and will give you balanced hormones and a stronger immune system. Number four, make sure you include calcium and fiber in your diet in the postpartum period. Number five, rest as much as you can because that will decrease the cortisol level in your body and will make you avoid the weight gain. Number six, make time for exercise. After healing, start exercise right away, especially those exercises that strengthen your body core and your pelvic floor muscle, which is Kegel exercise. أعزائي مشاهدات وايت كوت من السيدات. الحقيقة إنه في مرحلة ما بعد الولادة كل اللي هنناقشه النهارده ونساعد حضراتكم بيه إن إحنا بنحاول نقول لكم خطوات سهلة وبسيطة إن إحنا نقدر نرجع جسمك تاني للشكل اللي كان عليه قبل الحمل، ودي بتبقى مشكلة كتير جدا. ناس كتير جدا من السيدات ان هم بيزيدوا جدا في الوزن اثناء الحمل وما بيعرفوش يرجعوا للحاله الطبيعيه اللي كانت عليها. والحقيقه النهارده عندنا 6 خطوات تساعد حضرتك ان انت ترجعي للحاله اللي كنتي عليها قبل الحمل. رقم واحد انه حضرتك لازم تعتمدي نظام غذائي ولايف ستايل معين او سيستم حياه معين من قبل الحمل حتى. وده بيساعد حضرتك ان انت تعتمدي على نفس النظام الغذائي في فتره شهر او شهرين لما تبتدي تحضري ان انت يعني عايزه انه الحمل ده يحصل لازم تحضري النظام الغذائي من فتره قبل الحمل واثناء الحمل وبعد الحمل. غلطه شائعه بتحصل انه كل السيدات اول ما يبقوا حامل بيسيبوا كل النظام الغذائي اللي كانوا ماشيين عليه ويبتدوا يتبعوا انظمه غذائيه بتبقى صعبه جدا وبتزود وزنهم عن الطبيعي اثناء الحمل. الحاجه الثانيه وده خطا شائع جدا فكره الرضاعه الطبيعيه. كتير من الناس بتعتقد ان الرضاعه الطبيعيه بتساعد ان جسمهم شكله يبوظ وما بتبقاش ما بتساعدهاش انه ترجع لشكلها الاصلي، ولكن الحقيقه علميا انه ده غلط جدا. لانه بدايه الرضاعه الطبيعيه بشكل عام بتزود هرمون اللي اسمه الاوكسيتوسين او هرمون اللبن زي ما بيسميه، والاوكسيتوسين ده اول ما بيفرز في الجسم بيساعد الرحم انه ينقبض لحجمه الاصلي بشكل اسرع من الطبيعي، وبيساعد عضلات الجسم بشكل عام انها تاخد التون بتاعها. فالرضاعه الطبيعيه بتساعد حضرتك جدا ان انت ترجعي لشكلك الاصلي قبل الحمل. رقم 3 وده المهم جدا ان حضرتك تشربي كميه كتيره جدا من الميه وتاكلي وجبات فيها كربوهيدرات بشكل عالي وبروتين بشكل كبير، ولكن تقللي كميه الدهون اللي في المواد دي. لانه الحقيقه ان انت لو عملتي كده فاثناء فتره ما بعد الولاده على طول ده بيزود معدلات الحرق بالنسبه لحضرتك، كمان بيحسن القدره الذهنيه عند حضرتك، بيزود كمان معدلات الهيلينج بتاع الجرح او التئام الجروح بشكل عام، كمان بيخلي الهرمونات متوازنه بنسبه كبيره جدا، وده كله بيساعد حضرتك انك ترجعي للشكل الطبيعي اللي كنتي عليه قبل الحمل. رقم 4 انه مهم جدا انه حضرتك يبقى في كميه كالسيوم وكمية ألياف بشكل كبير جدا في وجباتك، لأنه أولا ده هيساعد الهضم بشكل كبير جدا وهيقلل نسبة الانتفاخات، وده هيساعد العضلات اللي موجودة في منطقة البطن بشكل عام إنها ترجع لشكلها الطبيعي. رقم 5 انه حضرتك مهم جدا ان انت ترتاحي وتاخدي فترات راحه كافيه جدا وتنامي مع المولود بتاعك كل ما ينام، لانه الراحه بشكل عام او النوم بكميات كافيه ده بيقلل هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، وده بيساعد على زياده الوزن. فلما يقل نسبه الزياده في الوزن مش هتبقى موجوده، وده هيساعدك ان انت ترجعي لشكلك الاصلي. نقطه مهمه جدا جدا انه في انواع من الاكسرسايز او من التمارين الرياضيه، ودي النقطه الاخيره، انه حضرتك لازم تعمليها. الانواع دي من التمارين بتساعد عضلات البطن في المنطقه دي، وبتساعد عضلات الحوض انها ترجع للتون الاصلي بتاعها، وبالتالي ده بيقلل من زياده الوزن اللي حصلت اثناء الحمل، وبيرجع لحضرتك شكلك الطبيعي اللي كنت عليه اثناء الحمل. لو قدرنا ان احنا نعمل الست خطوات دول قد ما نقدر، هيبقى معدل الرجوع للشكل الطبيعي قبل فتره الحمل هيبقى اسرع بكتير.